مرحبا، معكم كارمن شماس. اليوم بدي احكي عن الجمعة 7 حزيران يونيو. اليوم القمر صار موقعه ببرج الأسد الناري، صارت الأجواء حلوة وصارت الأجواء أحلى وصارت الأجواء أروع للأبراج النارية، مواليد برج الحمل، مواليد برج الأسد أكيد بالتأكيد، وأيضا مواليد برج القوس. مش بس اليوم، مكملة هالأجواء الحلوة لبكرة أيضا. لكن كيف بدها تكون كل الأبراج؟ البداية مع برج الحمل. اليوم مولود برج الحمل نهار مهم جدا بالنسبة لك. اليوم مولود برج الحمل من الأشخاص يلي قادرين مش بس انه يكونوا موجودين ضمن مجموعة ويكونوا فعلا مسيطرين على الحديث او حتى على الحوار او في مفاوضة معينة او في حتى قاعدين بجلسة مهضومة، مش بالضرورة يكون في نقاش وخلاف وجدال، لكن طلتكن حلوة، طلتكن ملكية، طلتكن ممتازة. ومش بس هيك، حتى انتو كأنه الحظ يلي عم يتعاطف معكم بخلي الناس من حولكم تتعاطف معكم. الحظوظ معكم تقريبا 100%، كلكم محظوظين بشكل خاص. مواليد 9 10 11 نيسان ابريل. بنتقل لبرج الثور. بالنسبة لك اليوم مولود برج الثور انهار جيد، يمكن بتعبك شوي، يمكن بخليك تفكر أكثر من مرة ببعض القصص اللي بتمرق من حدك، بالقرب منك، بضمن بيتك، بعائلتك، بينك وبين حالك. اليوم مولود برج الثور نوعا ما بيصير بيناقش حاله، بيحكي مع حاله، بيلوم حاله، بيعتب على الناس من حوله. مش انه الجو سلبي، الجو منه سلبي، لكن في بعض الظروف عند مولود برج الثور يلي بتخليه اليوم يكون شوي بعيد عن جو العجقة وجو الناس وجو الاحتفالات. لكن طمن لك بالك انه ما في سبب لحتى تكون انت عتلين هم. واضف الى ذلك انه تأثير كوكب الزهرة فينوس موجود ببرجك، والاجواء حلوة كتير عن 16 17 و 18 ايار مايو. كمل مع برج الجوزاء. اليوم مولود برج الجوزاء انسان واعي تماما، مصحصح تماما، حتى لو منه محضر شغله. اليوم مولود برج الجوزاء قادر وين ما حطيناه يكون هو فعلا عم يلفت النظر، قادر انه يغير الظروف. عنده اليوم مولود برج الجوزاء كل فكرة ولا التاني ولا احلى من هيك. اليوم مولود برج الجوزاء انسان، حتى اذا كانوا اولادكم، اطفالكم، مين ما كانوا يكونوا، مواليد برج الجوزاء اشخاص واعيين وبيقدروا يلقطوا على الطاير، سواء كنتوا بالمدرسة، كنتوا بالجامعة، مع اصحابكم، بشغلكم. اليوم نهار مهم لتحملوا تليفون، لتبعتوا ايميلات، لتتواصلوا مع الناس، لحتى تشارعوا، مش انه تجادلوا بمشكلة، تاخذوا وتعطوا. اليوم انتوا قدة وقدود. كلكم محظوظين بشكل خاص مواليد 10 ل 13 حزيران يونيو. كمل مع برج السرطان. اليوم مولود برج السرطان الأجواء عنده جيدة، تسير في طريق، يتقدم بهذا الطريق مولود برج السرطان إلى نتيجة. بطل مولود برج السرطان فقط عم يشتغل ليحضر ويمهد، لكن بلش يشتغل على شوية نتيجة، وقادر مولود برج السرطان أنه يلاقي نتيجة. لكن بدك تنتبه لأنه الشمس موجودة ببرج الجوزاء، في احتمال أنه الأجواء من حولك تكون غريبة عجيبة، وعم تعمل حساباتك وعم تبحث وعم تطلب، بحاجة إلى مدخول وبحاجة إلى مصدر دعم لك يلي مش بالضرورة يكون مالي، لكن أنت اليوم قادر أنك تشتغل على هذا النقاط والموضوع، وقادر أنك توصل إلى الحسم يلي أنت بتريده. هلأ بسبب تأثيرات كوكب المريخ اللي موجودة ببرشك، ضروري تكون حذر إذا كنت من مواليد 6 7 و 8 تموز يوليو. كمل مع برش الأسد يلي اليوم القمر ببرجه، يلي اليوم عم يحتفل به تغيير ما بحياته، وكأنه بيصحى مولود برج الأسد من غيبوبة، بيصحى من والعالم دايما عم بتقول له لك عم قلنا لك قلنا لك قلنا لك، ولكن مش قاشع قدامه. اليوم فجأة بيصحصح مولود برج الأسد وبيعترف انه فعلا كانت القصة قدامه وما انتبه. جميع الأحوال أيضا مولود برج الأسد اليوم في تقدم، في تغيير، وفي احتمال أنه يكون في خبر حلو بيطمن لك بالك أو بيحسم لك بعض القصص، إن كانت علاقة ما ماشي حالا، إن كان جواب ناطره، كان إيميل ناطره. مولود برج الأسد اليوم واضح جدا أنه ينتقل من مرحلة إلى
أخرى، وواضح أنه بيطوي صفحة وبينتقل إلى صفحة أخرى. في أخبار حلوة بانتظارك، فيلكن محظوظين بشكل خاص مواليد تموز يوليو وأيضا 12 ل 14 آب أغسطس. كمل مع برج العذراء. اليوم بعتبر هيدا نهار لمواليد برج العذراء نهار جدا بطيء، جدا ستولينج، كتير بيأخر مواليد برج العذراء، ما بيعطي الأمنية اللي بيريدها. فأحسن شيء اليوم إنه ما تعلوا سقف توقعاتكم أو سقف أمنياتكم تمنياتكم، لأنه على الأرجح اليوم كل شيء بتحصلوا عليه هو هدوء ورواء ونوعا ما زهق. انتبهوا اليوم ما تضيعوا اغراضكم، انتبهوا لحتى ما تتفاجئوا مش انه بخبر، لكن بتطور لمساله كنتوا متخيلين انه راح تمشي بطريقه مختلفه. حاولوا اليوم مواليد برج العذراء انه تمشوا الامور على الهدى، حضروا اغراضكم قبل الوقت، روحوا قبل بوقت على سفركم، روحوا قبل بوقت على شغلكم، انتبهوا عشقات السير، وانتبهوا ما تضيعوا اغراضكم، انتبهوا لصحتكم ايضا. لكن صار لي كل هالأسبوع عم بحكي عن مواليد فعلا محظوظة جدا، وهيدي المواليد برجع بكرر 28 29 آب أغسطس 12 ل 16 أيلول سبتمبر هي فعلا الأكثر حظا. كمل مع برج الميزان. اليوم مولود برج الميزان نهاره فعلا لافت للنظر، هيدا نهار بيلفت لك نظرك وانت ايضا تلفت الانظار. اجواء حلوه كتير بترافق مولود برج الميزان وبتخليه يكون هو فعلا محور الاهتمام. مولود برج الميزان اصلا انت طلته كتير حلوه، مولود برج الميزان اصلا هو او هي شخص لافت للنظر، بطلته بضحكته بحضوره اللبق اغلب الاحيان. اليوم انت شخص مميز، انت اليوم شخص فعلا عندك كاريزما وعندك طلي وعندك جاذبية ممتازة. هيدا الحظ اللي عندك اليوم بينفعك بالشغل، بالدرس، بحياة الاجتماعية مع العائلة مع الأولاد، تلطيف الأجواء، وبتلعب دور البسيط بين الأهل بين الأخوة وبين الأصحاب والصاحبات. فإذا اليوم جو ممتاز لإلكن، كلكن محظوظين بشكل خاص مواليد 19 و11 أكتوبر. بنتقل لبرج العقرب. اليوم مولود برج العقرب بعتبر نهارك نهار جيد، لكن متطلب، في واجبات، في شغل، ما في قاعدة مكتف ايديك. اليوم مولود برج العقرب انت بنهار جمعة، يلي عندك واجبات، يمكن عم تشتغل، في كتير ناس ما عم تشتغل، لكن في كتير ناس عندها مهمات إن كانت عائلية إن كانت شخصية، فبدك تنتبه إنه التقصير ممنوع، ضروري يكون عم تشتغل على الأصول وتكون ماشي مثل ما لازم. ما بنخاف عليك أصلا اليوم مولود برج العقرب، لكن حلو تكون من الصبح مروق يعني رايق وهادي، وعامل حساب إنه شغلك رح يكون مزبوط حتى ولو شو ما طلع بوجهك. اليوم مولود برج العقرب أنت شخص فعلا ناجح والناس تتكل عليك، فما تخيب الأمل. يلي لازم ينتبه من معاكسة كوكب أورانيوس له هو 28 و29 أكتوبر. بنتقل لبرج القوس. بالنسبة لبرج القوس نهار حلو بفش الخلق، يعني وجود القمر ببرج الأسد بخليك تكون فعلا أنت اليوم مرتاح، عم تتنفس السعداء. مرق عليك من أول أسبوع، التنين، التلاتة اللي كانوا صعبين صعبين صعبين، الأربع والخميس يعني تصحيح أخطاء، وبعد ما أخذت نفس اليوم أول يوم بهالأسبوع بيرتاح فيه مولود برج القوس، بيرتاح، بيتنفس سعداء، بيقول خي ارتحنا. فاليوم يبدو وكأنه في انفراجات، يبدو وكأنه اليوم مولود برج القوس شخص قادر أنه يتنفس السعداء بكل ثقة. هنالك حتى خبر حلو بيوصل لك، وهنالك انفراج، وهنالك راحة نفسية، راحة معنوية، وعلى الأرجح في عندك أخبار ممتازة، لا سيما إذا كنت من مواليد نوفمبر، وبالتأكيد إذا كنت من مواليد 12 و13 ديسمبر. كمل مع برج الجدي. بالنسبة لبرج الجدي يلي هاليومين اللي مرقوا الأربعاء والخميس ما كانوا سهلين أبدا على مواليد برج الجدي، مش إنه عاطلين لكن ما كانوا سهلين. اليوم هو نهار انفراج، اليوم تحسن، اليوم طمأنيني، اليوم نوع من استيعاب لكثير من الأمور يلي مرقت.
توصل إلى خلاصة، بتعترف بينك وبين حالك أنك أنت أخطأت، ويمكن أخطأت باختيار بعض الأشخاص يلي أنت كنت واثق فيهم. جميع الأحوال اليوم مولود برشلشدي، أنت صرت على الضفة الأخرى، واليوم أنت مرتاح، اليوم أنت بتعتني بحالك، تنبسط بحالك، بتدلل نفسك، الأجواء حلوة، وبتخلي اليوم مولود برج الجدي يكون شخص كبار، شخص ناضج، بالرغم يعني ما بتفرق بغض النظر عن عمرك، شخص ناضج فعلا بيتحمل مسؤولية، والناس منا عتبين عليك مثل ما انت مفكر، فخذ الخطوة المبادرة باتجاه مصالحة او تسوية. 26 ل 28 ديسمبر بعده الاكثر حظا. كمل مع برج الدلو. اليوم مولود برج الدلو في شغلتين، اليوم في خيارين، في اثنين احتمالين، يا اما بتعمل مشكل وبتزعل الناس من حولك خاصه احبائك، يا اما فعلا انت بترتبط، تقع في الحب مثل ما بيقولوا يو فول ان لاف، او يا اما انت فعلا بتتعرف على ناس بيجذبوك، بينجذبوا لك، وبتلاقي حالك انك مبسوط ومرتاح. هلا المشكله انه مولود برج الدلو اليوم انسان شوي مستقوي، لأنه عنده ثقة بنفسه كتير قوية، عارف حاله، عارف حاله وين رايحة، ولكن بكون تنتبهوا لأنه الجو العام واعد بلقاء حلو، بفرحة وبتسوية، فحاولوا أنه أسلوبكم يكون شوي لطيف لحتى ما تنزعوا أي لقاء، سواء كان مهني أو رومانسي أو عائلي. الأكثر حظاً 5 6 و 7 شباط فبراير. بنتقل لبرج الحوت. اليوم مولود برج الحوت، الجو منه ضدك، الجو مش عم بيعاقبك، الجو مش عم بيلومك، مش عم بيعاتبك مثل ما قلت، لكن الجو بيطلب منك انه تركز على واجباتك. اذا عارفين انه اليوم عندكم مسؤولية تجاه الاولاد، تجاه العائلة، تجاه الاهل، لازم تقوموا بهالمسؤولية حتى لو هالشي بتعبكم. هلا يمكن عندكم شيء اخر بنفس الوقت، هيدا الشيء اللي عم بخليكم تكونوا تعبانين وعتلانين، هم هيدا نهار نوع من تزامن للواجبات، بدكم تنسقوا الامور لحتى يمشي الحال، في تعب وفي بعض القلق، لكن منا المسألة صعبة، فقط مطلوب منكم تعرفوا تنسقوا بها الواجبات لحتى يمشي الحال. طولوا بالكم على حالكم. تبقى المواليد يلي بعتبرها شوي أنشط من غيرها هي مواليد شهر شباط فبراير. بختم مع مولود اليوم، بغض النظر أي سنة خلقان، مولود اليوم بانتظاره سنة بتركض ركض بهيدي السنة، الوقت عم بيركض، انت عم تركض مع الوقت. هيدي السنة بتقدم لك فرص، بتقدم لك نوع من راحة بالشغل، بالعمل، مع انه في ركض، لكن على الاقل في opportunities، في احتمالات لتلاقي تقدم، فرصة للتقدم. اجواء جيدة حلوة، يمكن تحمل هيدي السنة مفاجأة انك تغير مكان اقامة او مكان عمل، فحضروا حالكم. حزيران يونيو تموز يوليو اب اغسطس اكتوبر وشباط فبراير هني افضل اشهر. بتمنى لكم نهار كتير حلو، موعدنا كل يوم الساعة 6 مساء توقيت بيروت الصيفي. ما تنسوا تتابعوني بالأبراج باللغة الإنجليزية، وأيضا الأبراج الأسبوعية. بودعكم، باي باي.